البنك المركزي امبارح طرح اول عمله بلاستيك او بوليمر فئه العشرة جنيه. طبعا العملات دي بيصعب تزويرها وبتكون صديقه للبيئه لانها بتعيش وقت اطول من العمله الورق وكمان تكلفتها اقل. في 25 دوله بتستخدم العملات البلاستيك حوالين العالم، واول دوله استخدمتها كانت استراليا عام 1988. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن مميزات العملات دي من الدكتور احمد شوقي الخبير المصرفي. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، اهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا استاذه منى. في البدايه كده عايزين نعرف من حضرتك اهميه طرح البنك المركزي لفكره الفلوس البلاستيك او الفلوس البوليمر. في البدايه حابب بس اقول لحضرتك والاستاذ احمد وجميع الساده المشاهدين كل عام وحضراتكم بخير. حضرتك طيب. حضرتك طيب. اما نيجي نتكلم عن العملات البلاستيكيه، يعني عايزين نقول ان هي يعني من العملات اللي بتساهم في تحقيق العديد من المزايا. ابرزها احنا هنا في مصر يعني نعتبر من اولى الدول التي ستقوم بتطبيق هذه العملات على مستوى الشرق الاوسط. دي من النقاط الاولى. بعد كده هنقول ان العملات البلاستيكيه شانها شان اي عمله سوف تساهم في تحقيق معدلات سيوله اعلى. من ناحيه اولا انا هقلل شويه من التكاليف والاعباء على الخزانه العامه، من يعني لان عندنا طباعه النقود او العملات بتكلف الخزانه العامه حوالي 2% من اجمالي الدخل او الناتج المحلي الاجمالي. ده من ناحيه التكاليف، بالاضافه الى انها تصنع من مواد صديقه للبيئه، وهذه المواد تساهم في تحقيق اهداف التنميه المستدامه التي تسعى الدوله المصريه الى تطبيقها وتنفيذها من خلال استراتيجياتها 2030. بعد كده هنتكلم اكتر، نخش بقى طب هي الماده ديت بنقول صديقه للبيئه، طب ليه صديقه للبيئه؟ ماده البلايمر نفسها بتتميز بطول فتره حياتها، يعني لما نيجي نبص كده مقارنه ما بين العملات الورقيه والعملات البلاستيكيه اللي انها بتقعد حوالي 5 مرات ضعف اللايف او مده حياه العمله الورقيه. ليه؟ لان هي اصلا العملات الورقيه بتصنع من الياف مثل القطن وخلافه يعني، وبالتالي سهوله طيها وان هي برضو طيب يعني عظيم. معلش في نقطه التكلفه بس، دلوقتي دي بتساوي 5 مرات عمر الورقيه اللي هي العاديه. تمام، مظبوط الكلام. طيب تكلفه طباعتها هي كام الورقه البوليمر بالنسبه للتكلفه بتاعت ال5 مرات اللي هنطبع فيهم العملة الورقية العادية؟ احنا لو قلنا ببساطة شديدة ان هي العملات الورقية بتقول ان هي بتكلفني 2% من الخزانة، من تكلف الخزانة العامة 2% من اجمالي الناتج المحلي، لما نيجي بقى نضرب ال 2% دول نشيل نقللهم بقى 5 مرات، فبالتالي هنقللهم 5 مرات لان انا هتقعد عمر افتراضي اطول من الثانية. يعني لو قلنا ان الورقة النقدية بتقعد تحديدا من 7 ل8 شهور، دي هتقعد اكتر من 3 سنين تقريبا، فبالتالي انا هيكون تكلفه الطباعه اللي انا بتحملها من جيبي كل 7 شهور ال 2%، فبالتالي انا هوفرها على ال3 سنين اللي بعد كده. هي دي الفكره بتاعت التكلفه بتاعتها. نقدر نقول بهدوء انسوا ال 10 جنيه في جيب البنطلون واغسلوه، مش هيحصل مشاكل بعد كده، العمله مستمره معانا وموجوده. لانها طبعا يعني مقاومه للاتربه ومقاومه للميه. وفي نقطه مهمه جدا برضه لازم نوضح وناكد عليها، هي ليه طبعا بتحقق اهداف التنميه المستدامه؟ لان احنا كان من اهم اهدافها القضاء على يعني تقليل الامراض والقضاء على الفقر والجوع، لان من اهم المميزات فيها منظمه الصحه العالميه نصحت الكلام دوت مع انتشار ازمه فيروس كورونا، قالت يا جماعه يعني يفضل الناس اللي بتتعامل بالعملات الورقيه انها بعد ما تتعامل بيها ما تحطش ايديها على وشها لانها بتنقل العدوى والامراض. وهنا بقى لما نيجي نتكلم عن العملات البلاستيكيه، لا هي هنا دي ما بتنقلش لان هي ملمسها بطبيعته هو ملمس املس، وبالتالي لا تقوم بنقل مش بتشيل فيروسات او الفيروسات بوجه عام. مظبوط. طيب هل احنا عندنا خطه عشان نستبدل كل العملات الورقيه بهذه الماده الجديده البوليمر؟ تمام، السؤال ده مهم جدا ويعني بشكر حضرتك عليه. عايزين بس ناكد على حاجه، ان احنا طبيعه الحال اي عمله بتنزل السوق لما نيجي نتكلم عن العمله البلاستيكيه، لان كان هناك العديد من التجارب في بعض الدول، بعض الدول ما نجحتش التجربه بتاعتها في اصدار العملات البلاستيكيه. ليه؟ لان هي نزلت بشكل كامل بيها، وده هنا في مصر تم تلافي هذه المشكله ونزلت بشكل جزئي عشان يتم عمل تيست كده زي ما بنقول كده للذوق العام والمواطن ومدى قبول هذه الورقه بالنسبه للمواطنين، وبالتالي كان نزول او اصدار
الورقه اللي هي ب 10 جنيه في نفس التوقيت مع العمله الورقيه اللي موجوده برضه اللي هي ب 10 جنيه، وبالتالي انا بشوف الذوق العام ابتدى يتقبلها الذوق العام خلال سنه اثنين ثلاثه، بيبتدي بقى نوقف طباعه الورق اللي هي ب 10 ونبتدي بعد كده نصدر بقى العملات الاكبر، عشان بعد كده ابتدي اصدر كل العملات بتاعه البلاستيك، لان ده هيساهم برضه من ضمن المميزات انا يمكن اوضحت ان هي بتحقق الرياده في الشرق الاوسط وافريقيا. ليه؟ لان انا بعد كده انا لما تنجح التجربه عندي بشكل كبير هبتدي بعد كده الدول المجاوره هتبتدي هي تتجه لنفس الاتجاه، وبالتالي انا هكون مصدر للعملات البلاستيكيه ليهم، وبالتالي هقدر احقق ايرادات ودخل ايرادات للخزانه العامه للدوله. هي طيب الاي تي ام ومكان صرف النقود، هل مؤهل انه يتعامل مع الفلوس البلاستيك او النقود البلاستيكيه، ونقدر نسحب ونقدر نودع جوه المكان تاني في سداد الفيزا وفي مثل هذه الاشياء، ولا لا غير مؤهل الى الان؟ في البدايه طبعا ماكينات الاي تي ام والصرف الالي وكافه الماكينات اللي بتتعامل في الايداع والسحب، وطبعا ماكينات التزوير، كل الحاجات دي بتحتاج الى تحديث، لان طبعا ماكينات التزوير على سبيل المثال بتبقى زي ما نقول كده ايه بتتعامل مع علامات مائيه، فبالتالي انا احتاج احدثها في الفتره اللي جايه ديت. طبعا دي نمره واحد. نمره اثنين الاي تي ام هو بيتعامل مع بالك اوف ماني، يعني حجم اموال. في عندنا بعض الماكينات برضو اللي بتتعامل في الاي تي ام لانكشاف تزوير الورق، لان في ماكينات بتقبل ايداع، فبالتالي هيبقى في عمليات تحديث. انا مش محتاج له قوي دلوقتي لحين دراسه الذوق العام للاوراق والعملات البلاستيكيه اللي هيتم تداولها في الاسواق. طيب ال 10 جنيه القديمه بقى دلوقتي مصيرها هيكون ايه؟ موجوده شغاله ما فيهاش اي مشكله، لان احنا قلنا احنا بيتم دراسه الذوق العام ليها، فهيفضلوا الاثنين شغالين مع بعض بالتوازي لحين قبول الذوق العام ليها بشكل كلي، وبالتالي هبتدي اوقف طباعتها واقلل بقى من المصروفات والتكاليف على الخزانه العامه للدوله. اقلل طباعتها، واللي يدخل البنك بعد كده ما خرجوش من الفئه دي. ما هو ما اقول لحضرتك حاجه، هي الانفيت بتاعها زي ما قلنا عمرها الافتراضي كام؟ 7-8 شهور ماكسيمم، فبالتالي مع العمر الافتراضي بتاعها اللي بينتهي خلاص انا مش هقدر، انا عندي بلاستيك موجود في السوق فيه 2 مليار تقريبا طبعه، فبالتالي خلاص مش هحتاج اطبع ثاني، لان هي اوريدي بعد الفتره او العمر الافتراضي بتاعها بتنتهي، ما بقدرش استخدمها ثاني، فمش محتاج اطبعها. احنا بنأكد ان الفلوس ملهاش عمر افتراضي، وما يعني احنا شايفين الربع جنيه الورقي والنص جنيه الورقي لسه بيتداولوا يعني موجودين، فكل واحد معاه عشرات جنيه ما يبقاش خايف ويجري بسرعه انه يبدلهم، مش محتاجين ان احنا نعمل كده ابدا. كل الشكر للدكتور احمد شوقي الخبير المصرفي.